اجتمع معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوات دفاع البحرين في فندق الريتس كارلتون مع سعادة الفريق الركن الشيخ عبد الله نواف الصباح نائب رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي والوفد المرافق، وذلك بمناسبة زيارته لمملكة البحرين للمشاركة في فعاليات المنتدى 11 لمؤتمر حوار المنامة 2015 للأمن الإقليمي. وخلال الاجتماع رحب صاحب المعالي القائد العام لقوات دفاع البحرين بسعادة نائب رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي، واستعرض معه العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط مملكة البحرين بدولة الكويت الشقيقة، كما تم بحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.